زهري. ده احنا قلنا المرة اللي فاتت هنخش ايه على اللي بعد كده قبل ما الدكتور شك يدخل. طيب ده كده كويز خفيفة وسهلة. Which is the most accurate regarding vitamin D and COVID-19؟ هل البوستنج تعلية الفيتامين دي أثناء critical ill patient عندهم COVID هيشورتن هوسبيتال وهيقلل وهيكتل المورتاليتي؟ ولا low serum vitamin level are independent risk factor for having symptomatic COVID with respiratory distress which require intensive care؟ ولا اللي عندهم genetic variant that result naturally high level of vitamin D have a lower risk of developing severe COVID؟ ولا risk of contracting COVID is the same for people low versus normal؟ يعني الإجابة الصحيحة واضحة. الإجابة الصحيحة واضحة. محدش قال طبعا ان واحد كريتيكال ايل بكوفيد لو ادينا له فيتامين دي هيخف، فطبعا الاجابه الاولى خطا. الاجابه الصحيحه ان هو فعلا ابحاث كتير لقت اللي جاي عنده لو سيرم فيتامين بيجي له كوفيد اشد وريسبيرتوري ستريس اشد which may require intensive care. فعشان كده احنا فعلا بنهتم بالناس تبقى عندها not deficient فيتامين دي في الايرا بتاعت الكوفيد. وما حدش قال ان اللي عنده لو هيجي له اكتر من اللي عنده نورمال، لا هو هيجي له اشد، لكن ممكن الاثنين يجي لهم كوفيد. دي انا ما كنتش عارف اجابته فبصيت على طول على الاجابه. الميديكيشن اللي بوتنشالي لور فيتامين دي ليفل هو كل الانتي سيزر دراجز من ضمنهم الفينوبربيتال والفيناتوين، انما دي اللي ممكن تفكروا فيها which most accurate regarding presentation and work of vitamin D deficiency. هل هم presentوا abnormal increase appetite في اللي عندهم vitamin D deficiency وارثميا، ولا patient اللي عندهم 45 سنة older should screen for vitamin D، ولا 25 هيدروكسي فيتامين دي 12 الى اقل من 20 نانو جرام في الملي يبقى ده deficient فيتامين دي، باراسيرومون elevation required for diagnosis of vitamin D deficiency. طبعا معظمكم عارف الإجابة الصحيحة عشان انتوا طبعا بتشوفوا الحالات وبيجي لكم بين قوسين في المعمل، هو الإجابة نمرة 3 إن ال deficient يعني أقل من 20، واللي بيمنع خالص ويحسن السيمتوم إن يكون فوق ال 30، إنما deficient أقل من 20. أرجو إن أنتم ما تحبطونيش وتعرفوا إيه هي دي. يلا حد يكون عنده الشجاعة ويجاوب. بيتك ده آخر كلام. ما تستعملوا الألجوريزم جدع اللي اسمه بروجادا نو ار اس، لا ده في ار اس في 100 ليت. طب من بيجيننج اوف ذا ار للنادير اوف ذا اس اكتر من 100 مللي سكند، لا ده يا دوبك 40 مللي سكند. طب في ايفيزيشن، لا ما فيش. طب الكي ار اس كونفجريشن، كي ار اس كونفجريشن حتى اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه ان احنا نبص على في 6 دايما لما تلاقيها mostly R بتبقى against ال V tag. ولو بصينا على ال على ال ECG after conversion هتكتشفوا ان هو QRS بتاعته هي هي incomplete left bundle، بس انا من غير ما اشوف الاي سي جي كنت مشخصه اس في تي وزف بند كي ار اس عرضه ما يزيدش عن 100 مللي سكند، والبلجين في ار النادر في اس اقل من 40. احنا قلنا عشان واحد عنده ليفت بند شخص في تي البيجيننج اوف ذا ار للنادر اوف ذا اس في واحد واثنين لازم تكون اكتر من 70 مللي سكند، يبقى كيو ار في 6.
فطبعا كل حاجه في الاي سي جي اللي فات كانت تقول ان هو اس في تي وزفت بنكي. معلش انتوا كل هنفضل وراكم لحد ما تشخصوا صح. ده يمكن كان في دكتوره بقيت انسى الاسماء معلش سيد بقى قالت، لا دكتور احمد طاهر اللي قال اسم فاسف، قال المحاضره عن الفيسنج والاي سي جي فيه. فيعني ده بس مثال يوضح لكم فيري سيمبلي، ده عيان بيست اتريوم وبيست فنتري، يبقى ديوال تشامبر بيس ميك اهو، ويل كابشر الاتريوم سبايك ورا بي، ويل كابشر فنتريكل سبايك ورا في. ماشي ماشي، فجأة هنا جت فنتريكلر اكسستور حسها عشان كده ما ضربش، يبقى ده ويل سينسينج. وكمان واحدة ويل سينسينج مالتي فوكال فنتريكل اكتوبيك، يبقى الجهاز ده بيبيس صح وبيحس صح وبيضرب لما ايه الهارت ريت بيقل عن عن اللي انا ظبطه هنا تقريبا ظبطه على 65، اول ما الاسكيب ريت جه والعيان ما ضربش راح على طول سبايك اتريم ورا فنت. لو عند الساينس بتاعته سريعه الاتريم مش هيضرب وهيحس البي ويضرب وراك ايه فنتريكال بيسي. ايه اللي حصل في نفس العيان في الهولتر كان بيشتكي من تاكيكارديا، دي بتبقى اسمها بيس ميكر بديل تاكارديا، ساعات البيس في بيدفع ريتروجيت بيقوم الجهاز يحسها يروح ضارب وراها وتبقى ايه فيس سيركس، ودي تتصلح بالبرمجه بطور في بوست فنتريكال ريفلكت بيرد بحيث ما يحسش البي اللي على الكيو اللي على التي. آخر سلايد قبل ما نقول للدكتور جاك يدخل، دكتور جاك يكون وصل، حد يكون عنده فكرة كافية. دكتور جاك انت جاهز؟ انت معانا على الزوم؟ دكتور جاك انت معانا على الزوم؟ طيب هنديك شيرس بعد هنديك شيرس، محدش عايز يكلم اس في تي برضه اس في تي ده. دي بقى لا يعني انت قلبت اهو، نو ار اس، نو ار اس في اي في ليد تبقى في تاك على طول، ده خطوه اولى من بروجات كيو اس كيو اس كيو اس كيو اس في ار ار ار، فدي من اول خطوه من بروجات هي في وفيري وايد يعني واخد الليفت باندل، دايما الليفت باندل تشخيصه اصعب. وعلى عموما هو معظم الفي تاج بتبقى طالع من ليفت فنتيكل بتبقى واخده رايت باند كونفجريشن، بس دول بتوع رايت فنتيكل ديسبليزيا ممكن ياخدوا، بس احيانا برضو بتبقى الفي تاج بتاعت الاسكيميك هارت طالع من ليفت فنتيكل. من ده الاي سي جي بتاعه بعد ما رد واضح فيه انفرو 3 واف اف وار في واحد انفرو بوستيرير انفار. طيب